غسيل ثلج محاضرة أخرى. هاد البلان اللي طرا ليا مع هاد المشه فشكال باش تفهموا علاش قلت لكم صيفطها لي الله. انا بدا لكم القصه من الاول مع 12 ديال الليل وانا جاي داخل الدار، غير تقابلت مع الحانوت اللي عندنا في الدرب، سمعت غوات ديال المشه صغيره المره الاولى، المره الثانيه شافتها ويدي رميه وبواحد الطريقه ما حسيتش براسي، ترجعت وبديت كنقلب في الظلام، الحانوت ساد والدنيا خاويه، لقيتها واحله بين البوطاج. مني جبتها كنتفاجئ بانها صغيره وبزاف وبوحدها، الليل البرد الشتا الكلاب، الا ما هزيتهاش ودخلتها للدار ما غاديش تصبح هي. عاد زيد كيفاش غتدبر على الماكله في هاد الليل. واللي غريب كثر خلاتني حتى تقابلت مع الحانوت وبدات كتغوت، يعني الله صيفطني باش نعتقها في داك الليل. ولا قلت لكم ان ديك الفرماجه كنت واخدها لواحد المشه كتكون قدام الباب في الساكن انا، ولكن في ديك الليله ما لقيتش ديك المشه. وشوف سبحان الله الارزاق كيفاش كتفرق. الفرماجة كتابت لهاد المشة كلاشها بالصحة والراحة، ولكن ما كملتهاش حيت باقا صغيرة بزاف. هاد المشة خاصها تكون حدا مها في هاد الليل، ولكن هاد الناس اللي لاحوها الله ما غاديش يسمح ليهم، على الاقل اللي يصبروا معها حتى توقد شوية وتولي تعتمد على راسها. وهاد الشي اللي غندير انا، حيت في هاد الوقيتة ما مساعدش نربي مش، غادي نشوف اللي يربيها مني تولي تاكل راسها. ولا بغاها شي واحد من المتابعين يصيفط ليا في الانستغرام، ها هو غادي نخليه لكم هنا وغادي تلقاوه في الديسكريبشن. نكمل لكم القصه. المشة الصغيره شبعات وحلفات لنعسات، بقيت مضارب معها، مشيت وخليتها وغير رجعت لقيتها كتشخر. وفي الصباح فاش فقت كانت واحد الشميشه سخونه، ومع البارح كان البرد قلت اجي نحطها تسخن، ولكن المشة الصغيره ما بغاتش. هاد المشة خاصكم تسميوها نتوما شي سمية تكون تجي مع الذكر ومع النشوة في نفس الوقت، حيت انا لحد الان ما عارفش اللي جنسها. وهنا غنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو من الجزء الاول ديال المشة. تسنوني في الفيديو الجاي للجزء الثاني. كان معكم بالغازي، نشوفكم في فيديو جديد. تهلاو.